كنت ننتظر يعني كنت ننتظر هذا الرد السلبي. تعرفوا يعني تعرفوا لاكاب كيفاش دايره وتعرفوا يعني الفيفا كيفاش مبنيه وكل شيء. احنا ان شاء الله يعني يكون عندنا مسؤولين باش يرجع لنا نقاط المباراه. لو كان عندنا مسؤولين يعني بمستوى لاكاب ولا مستوى الفيفا هذا الشيء يعطينا درس وباش نبوسوا اكبر عدد يعني من المسؤولين، وخاصه عندنا ديجان يعني كومبيتون كاليفي هادو يدوا هاد يعني لجنه التحكيم لجنه يعني التنظيمات هذا الشيء اللي يعطينا اللي يسمح لنا باش نكونوا اقوياء. مقابله خلاصت في تشاكر خسرنا، هذا هو الفوتبول، واحد لازم يكون بروفيسيونال شويه في راسه. سي فري شفنا الحكم كان خارج الاطار، مي باش تقول لي تعاود مقابله، انا ما كنتش داير في بالي كان تعاودوا، امبوسيبل تعاود مقابله. فوتبول هذا خلاص خسرنا الله غالب. الغلطات اللي دارهم الحكم كانت صعيبه باش يقدروا يعاودوا المباراه، حنا كان عندنا امل تاع تلقي الرشاوي هذاك، لهذاك الدوسي الناس اللي عارفين اللي كانوا شايدين الموضوع هذاك عطاو لنا اسبوار. كانوا يقولوا بلي عندنا دي فيديو ايتو نجمو ندخلوا نقص الخبره، لان المير ربحنا هدف بالصفر في الكاميرون، حسبنا روحنا كاليفينا وما درناش واحد الحسابات ونعرفوا الكولاسه في افريقيا كي دايره. في الحقيقه زعما الصدمه كانت قويه، كنا نقارعوا باش نتاهلوا لكاس العالم، ولكن شنو تقول القوانين فوق الجميع.